للوقوف عند الانتخابات التي روج لها النظام السوري من أجل إعادة تدوير النظام، وهو ما قبلها المجتمع الدولي بالرفض، وأيضا تداعيات ذلك على ملف الأزمة. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل. أستاذ صالح، مرحبا بكم. إعلان النظام السوري عن موعد انتخابات جديدة يعني ربما رآها المراقبون قرينة لأخواتها السابقات منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011. هنا أستاذ صالح، كيف ترى الانتخابات وما الهدف منها؟ بشار الأسد يعني هو فاقد الشرعية من يوم انتخاباته الأولى وتعيينه رئيسا للدولة، ومعروف أولبرايت عندما أتت إلى دمشق واجتمعت فيه وقرروا الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون بشار هو خليفة للمقبور حافظ الأسد، يعني بالأصل هو وجوده غير شرعي. واليوم الإنجازات الكبيرة التي حققها على الصعيد الاقتصادي والسياسي في سوريا باتت معروفة، إنجازات معادية لتوجهات الشعوب، قتل شعبه، دمر البنية التحتية بالكامل، الأمريكان وقسد في المنطقة الشرقية، روسيا وإيران في دمشق ودرعا والوسط. فإذا بأي برنامج انتخابي هذا سيقدمه بشار الأسد؟ عادة في برنامج انتخابي، يعني ألا يخجل هو وداعميه من أن يكون هذا الرئيس يحق له الترشح؟ هذا الحقيقة مكانه هو المحاكم، المحاكم الوطنية، المحاكم الدولية، يعني هو خائن لشعبه وقاتل لشعبه. وهذا عليه اتفاق حتى الولد الطفل الصغير الذي لا يفهم شيء يرى اليوم في المناطق، في عدد مناطق سوريا يقول لا للأسد لأنه دمر مدرسته ودمر المشفى وقتل أمه وأبيه. فلا أدري أي مجتمع دولي إلى الآن، أو بالذات المجرمين الروس حقيقة الذين يدعمونه، لكن هذا الدعم أتوقع أنه لن يسير باتجاه صحيح وسيكون مرفوض دوليا. ولا أتوقع حتى وإن رشح بشار الأسد نفسه، طبعا إذا رشح نفسه بده ينجح، لأنه حتى الأموات في سوريا تنتخب، لأن ديمقراطيتنا عجيبة، يعني حتى الأموات فعلا، يعني وجدت أنا على عهدي أن أمواتا قد وجدنا أصواتهم مصوتين لحافظ أسد المقهور. لذلك حقيقة الأمر أن بشار الأسد يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكل هذه الأمور هو صراع على المنصب، ولكن هو مدرك أنه ليس له مكان في الرئاسة، ولكن ليس له مكان في الحياة بإذن الله. أستاذ صالح، هنا بماذا تفسر الرفض الإقليمي وأيضا الدولي الذي لاقته الإعلان عن الانتخابات من قبل النظام؟ إذا كنا نتحدث عن رفض دولي لبقاء الأسد، بما تفسر الجولة الخليجية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؟ هل جاءت هذه الجولة للترويج لنظام الأسد أستاذ صالح؟ أبدا، الحقيقة بتدل على أن روسيا هي واقعة في مأزق كبير. يعني نحن إذا رجعنا لبدايات التدخل الروسي، قطر حقيقة سعت لإزالة بشار الأسد حتى من خلال روسيا، من خلال حتى قالوا لهم وقع، نحن وقع لك على تشيك مفتوح، ولكن خلي ينقلها الأسد بالرئاسة السورية هذا المجرم. ولكن بوتين رفض وقال نحن عندنا استحقاقات أخرى ليست عندكم، ويقصد جزيرة القرم، ويقصد مشكلة الصواريخ بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية في قضية أوروبا الشرقية، يعني استحقاقات أخرى، يعني هو يعني في سوريا لأجل المساومة على المصالح الروسية في تلك المناطق. اليوم الروس حقيقة في مأزق، الذي رفض ذاك العبد القطري، وروسيا التي تعتبر نفسها دولة عظمى تأتي إلى قطر وتأتي معها تركيا وبدون إيران إذا لاحظنا، وبدون النظام السوري، وبدون أحد. الحقيقة تدل على أن روسيا في مأزق كبير، وتستجدي قطر لتخليصها من هذا المأزق، لأن لا يمكن لإنسان عاقل أن يقبل ببشار الأسد. الدول العالمية كلها لا تستطيع أن تتحمل هذه المسؤولية الكبيرة بهذا المجرم الذي قتل وشرد الملايين من شعبه. الإنسانية كلها الحقيقة الآن يعني مهانة بسبب وجود هذا الرئيس، وبالتالي لا يمكن أن يجدد لبشار الأسد، وإن جدد فسينتهي، فستكون أسرع نهايته،
ولذلك أنا أتوقع أن الروس جاءوا أذلاء إلى الدوحة، تصور إلى الدوحة واجتمعوا مع الأتراك وبدون الإيرانيين، وهي علامة استفهام تؤكد كأن الروس عندهم استعداد لتبديل هذا المجرم، بينما الإيرانيين ما زالوا متمسكين به، والله أعلم. أستاذ صالح، لو نقوم بربط الأحداث السياسية مع الأحداث الأمنية، في ظل هذا الرفض الدولي وحرق ورقة تدوير النظام، شهدت العاصمة دمشق حريقا فعليا إثر انفجار ضخم، كيف نفسر تزايد الخروقات الأمنية في أكثر المدن تحصينا من قبل النظام؟ ما تفسيرك لذلك؟ حقيقة الأمر يعني اليوم النظام لا يوجد نظام أصلا وإنما هذا يعني مصطلح أكدنا عليه. حقيقة اليوم نحن عندنا حزب الله، وعندنا روسيا، وعندنا الإيرانيين والأفغانيين والباكستانيين. النظام هو أضعف هذه الحلقات الإجرامية على الإطلاق، لكن ما زال هذا مختار أبو رمان عنده الختم. ولذلك الآن في منازعات كبيرة في بين الطائفة العلوية على حقية بشار الأسد قيادة سوريا في المرحلة القادمة. هناك كما سمعنا انشقاقات على بشار الأسد، وهناك ضباط أحرار الساحل، وقبله تعرف رامي مخلوف وغيره. اليوم الدائرة الضيقة لبشار الأسد بدأت تتآكل كما تتآكل الليرة السورية أمام الدولار. كل ما حول بشار الأسد من اقتصاد ومن بشر وعسكرة كلها تتآكل. نعم أستاذ صالح، وإن شاء الله هو منتهي بالقريب العاجل، ونبشر الشعب السوري بإذن الله بأن الصيف القادم سنكون بدمشق إن شاء الله. من اسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل، شكرا جزيلا لكم.